رأى النور قبل 5 سنوات بمنطقة سيدي مومن بالعاصمة الاقتصادية، وهو اليوم يشكل أحد أعمدة كرة القدم النسوية. نادي نسيم فريق فاز ببطولة عصبة الدار البيضاء سنة 2007، وهو يمارس بالقسم الأول منذ 3 مواسم رغم ضيق ذات اليد. في حدود الإمكانيات اللي عندنا راه لابد أننا نرضاو، مع العلم أن لولا الشهادات اللي كاينة اللي كنبدلوها يعني من تلقاء نفسنا، يعني حنا كأطر تقنية وكمكتب ديال الفريق، يعني شي حاجة اللي كتكون سفر حال ليها إذا غترضى بها ولو أن احنا في حاجة لدعم. المتصفح لسجل فريق النسيم يجد أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وخرج من المربع الذهبي للكأس الفضية، وهو اليوم وصيف المتصدر من دون أي هزيمة. أكثر من ذلك، يضم الفريق 6 لاعبات دوليات، لكن ظروف الممارسة لا تعكس تماما قيمة النسيم، فالأرضية حجرية أقرب منها إلى ترابية، بل إن الملعب أصلا هو مرآب للسيارات. سيدي مومن عندنا تقريبا يعني 9 ديال لي زيكيب، يعني فيهم فئات صغرى وفئات كبرى، وحنا يعني النص فينا كيلعبوا في ليكيب ناسيونال، وما عندنا شيران. كتشوف كيف كتشوف التيران يعني حمري. كيتفرجوا في الماتش صافي، كيجيو بحال ماتش كنلعب كيقولوا خسروا الفريق الوطني ولا ما كرة ما والو، هذيك يلعبوا، ولكن ما كيشوفوش هذوك السلبيات بزاف اللي عندنا حنايا اللي كنعانيو منها، وخاصنا مساعدة بزاف قوي بزاف باش تطور الكره النسويه. اضافه الى اللاعبات الست اللواتي يمارسن بالمنتخب الوطني الاول، يتوفر نادي النسيم على 6 اخريات يلعبن بقميص المنتخب الوطني لفئه الشابات. اجمالا يضم النادي 9 فرق من فئات سنيه مختلفه، وهذا ما يجعل الفريق البيضاوي مشتلا للاعبات. النسيم انا كيف بحال صحابي شنو نولي لاعب في المنتخب، واش نبغي مثلا نولي كيف صحابات ويصابوا لينا التيران مزيان. في انتظار اصلاح الملعب البلدي لسيدي مومن على اقل تقدير، تظل هؤلاء الفتيات تعانين من ظروف بالكاد يتحملها الرجال، لا لشيء سوى انهن يعشقن كرة القدم. النسيم جهز باش يكون حاضر في البطولة ديال الفئات الصغرى، ولا ما كانش الفئات الصغرى راه ما يكونش الخلاف. طمع تاعي وليت انا كيف بحال صحابات شنو نولي لاعب، واش نبغي.